ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم صحة وحال. انا مش عارفة اذا كان في حد نزل النهاردة ولا منزلش. مش عايزة غير اللي انا اقول بس غير كلمة: حسبي الله ونعم الوكيل. بجد في كل ظالم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عشان طول ما انتوا في البلد دي احنا عمرنا ما هنشوف خير في حياتنا ابدا. بجد حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منكم واحد واحد، شخص شخص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة فيها حاجة حلوة مع نور. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم الصحة وحالي يا رب دايما. بقالي كتير ما طلعتش كده معاكم، يعني اتكلم انا من البيت. عايز اقول لكم ان انا كنت نزلت النهاردة 11/11 يوم الجمعة. ناس كتير كتبت على السوشيال ميديا محدش ينزل، محدش يطلع، محدش يروح. في تعطيل في المواصلات العامة، في تعطيل في المحلات، هتبقى قافلة، مفيش حد يبقى فاتح، اللي عايز حاجة مش هيعرف ينزل، في قلق، بياخدوا العاطل مع الباطل. كل الكلام ده احنا يعني ذعر ورعب، كل الأعمار، الأطفال، احنا الكبار، الشيوخ، كل الناس مش عارفة ايه مصيرها، ايه اللي ممكن يحصل، هنروح فين، هنيجي من فين، طب هنعمل ايه. حد زينا قنواته معتمدة أساسا الاعتماد الرسمي الأساسي في رزقها على الفلوجات والتصوير الخارجية بره. أنا أصريت إن أنا أنزل وأشوف إيه اللي هيحصل معايا، بجد أشوف هيحصل معايا إيه. أنا المفروض متعودة إن أنا أصور في الأسواق من زمان، اللي يعرفني من زمان يعرف عني كده. قلت أصور في السوق التونسي، يعني بقالي كتير ما روحتش بصراحة هناك، بقالي شهور طويلة كنت فيها آخر مرة من سنة وشوية كده، كنت بصور هناك مع ناس في السوق التونسي الحضاري في السيدة عائشة، وفي ناس كتير راحت الحمد لله على حس الفيديو ده. فقررت ان انا انزل النهاردة احب اصور واشوف ايه الجديد هناك والكلام ده، تمام. المهم لبست ونزلت وركبت، ابص صورت صورت لكم الفيديو كامل من اول ما نزلت لحد ما رحت هناك. اللي وقفني هناك، عملت حتى بث مباشر على الفيسبوك، وانا بعمل بث مباشر واخده عصايه السيلفي معايا، السيلفي ستيك على معايا في وانا ماشيه، وانا في عز البث يعني. لقيت اتنين جم، واحد كده في وشي، واحد كده الناحيه التانيه، وقفوني. بصيت له كده وهما بيوقفوني، كانت ماما بتتصل عليا، فانا مش عارفه ارد على ماما ولا ارد على اسئلته، انت بتصوري ايه وبتعملي ايه والكلام ده، فاحنا عايزين نعرف بتصوري ايه، بطاقتك ومش بطاقتك، وحوار كده كبير يعني. قلت لهم لا ثانية واحدة، هرد على والدتي وبعدين هجاوب حضرتك على اللي انت عايزه. فرديت على ماما، وانا برد عليها عمالة طبعا يعني استشف كده الموضوع، تمام، وحاولت ان انا اكون متماسكة وانا برد عليها، لان لازم كنت ارد عشان ما تقلقش عليا. فرديت عليها وطمنتها عليا وقفلت ماشي. جيت بعد كده لقيت الضابط بيقول لي بطاقتك، طلعت له البطاقه، الحمد لله اللي انا كان معايا البطاقه، لان انا في الغالب ساعات كتير بنسى حاجتي. طلعت له البطاقه، بعد كده بيقول لي بتصوري ايه؟ قلت له بصور الشارع. قال لي ازاي؟ قلت له انا بلوجر وعندي قناه على اليوتيوب فيها اكتر من 100 الف متابع، وعندي على البث المباشر كنت عاملاه على الفيسبوك على البيج بتاع القناه بنفس الاسم، وطلعت لهم القناه وطلعت لهم البيج، شافوها، سمعوا الفيديو كله، الفيديو كان تلت ساعة، وقفوا سمعوه تمام، ما لقونيش بقول فيه كلمة غلط، كلمة غلط ما قلتهاش. قالوا طب معلش حضرتك ممكن بس تفضلي معانا شوية في الميكروباص عشان نروح للكمين اللي هو الضابط اللي هما واقفين تحت الكوبري هما كلهم عشان خاطر يتأكدوا من صحة الأقوال يعني والكلام ده. رحنا للضابط، شاف البطاقة، شاف الفيديو، سمعه، ابعته مش عارفه لمين اللي هناك اللي في المباحث، بعت صوروا الفيديو من على الموبايل، بعتوه، كل ده وانا قاعده في الميكروباص، ميكروباص عادي جدا، ايه، مستنيه يقشروا لي على الخروج يعني. انا خلاص يعني ما عنديش اي حاجه اصلا. بس بعد كده بقى شافوا، قعدنا بقى نص ساعه، ساعه الا ربع ساعه تقريبا في الموضوع ده تقريبا بس. وبعدين طب انت بتشتغلي بقالك قد ايه في البلوجات؟ 4 سنين. بقالك كنت قبلها فين؟ كنت في كذا، سبت كذا ورحت لكذا عشان خاطر كذا. سمعوا الفيديو ما لقوش فيه حاجه،
اتأكدوا من معلوماتي الشخصية، من سكني يعني، ومن اسم بابا اللي معلهوش قواضي مثلا سياسية. انا ما عنديش قواضي سياسية، ما عندناش قواضي اصلا، تمام الحمد لله. وادوني البطاقة وادوني التليفون وقال لي اتفضلي يا فندم، احنا اسفين جدا، بس يا ريت حضرتك يعني بلاش تصوري في الشارع، او بلاش تصوري اصلا النهارده، ويعني خليها في يوم تاني عشان بس النهارده كان في قلق. انا بقى الفتره دي كلها حرب اعصاب بجد والله. انا ما كنت مش خايفه، مش قصه مش كده مش كده يعني، مش قصه ان انا خايفه ومرعوبه، انا ما عملتش حاجه عشان اخاف واترعب عليها، بس حرب اعصاب ان ايه، مش عايزه ماما تقلق عليا، اهلي يقلقوا عليا، انا ما عملتش حاجه عشان اصلا يعني اتعطل او حاجه اتاخد فيها. كنت دايما بسمع على الناس اللي بتتاخد كده من الشارع وبتتخطف وبيحصل لها مش عارفه ايه. انا فعلا النهارده كنت اتخطفت فعلا يعني، وبس انا عشان واثقه من نفسي واتكلمت بمنتهى الثبات، والحمد لله ما عملتش حاجه عشان اخاف منها. ودايما اللي ما بيعملش حاجه واللي بيرضي ربنا سبحانه وتعالى بيحاول يرضي ربنا طول الوقت، اكيد هيبقى قلبه قوي يعني مطمن، مش قصه قوه قلب ولا قصه اللي انا عارفه كويس قوي. لو انا وقعت في حاجه زي كده، لو رفعت سماعه التليفون على اي حد من معارفي، مش هقول قرايبي، معارفي، هيخرجني كده يعني، اللي هو حتى لو انا عامله حاجه لا هخرج، تمام. بس انا ما عملتش حاجه وما قلتش حاجه غلط، والموضوع خلص على كده. يمكن ده عشان شغلي، يمكن انا الحمد لله عشان كمان ما عملتش حاجه، توفيق كمان من ربنا سبحانه وتعالى. بس عموما بجد نصيحه لاي حد بلوجر واي حد بيصور وهو مش صحفي ومعهوش كارت الصحافه كمان بالذات، يا ريت توقف الموضوع ده لو في ثوره او في اي حاجه في قلق، ويا ريت نعمل شغلنا على قد ما نقدر من البيت في الايام اللي فيها قلق، عشان محدش بس يحصل له حاجه. انا حبيت بس اطلع اوثق المعلومات دي، لكن مهم جدا ان انا اطلع واقول واتكلم كده، شهاده حق في حق البلد وحق الشرطه، كان لازم اطلع اتكلم واقول كده، عشان في اشاعات مغرضه كتير قوي على السوشيال ميديا بتشجع على النزول الغير سلمي، مش السلمي، الغير سلمي، تمام. فحبيت انزل واقول لكم الحمد لله ان كل حاجه تمام وامان، مفيش اي حاجه. كنت نازله اصلا اعمل شغلي، مش نازله عشان خاطر اصور الثوره، انا نازله اعمل شغلي، تمام. شو هسيبكم بقى تتفرجوا على الفيديو، سبته لكم وان شاء الله يعجبكم. صورت لكم الميادين، عديت على ميدان التحرير، السيده عائشه، السيده زينب، كل ده انا صورته، اتفرجوا بقى عليه وشوفوا على الطبيعه. انا حتى مش هشيل الصوت، هخلي صوته على الطبيعة زي ما هو، تمام. متنسوش بقى اللايك والشير الكتير وتفعيل الجرس عند كلمة الكل عشان توصلكم كل الإشعارات حصريا إن شاء الله تعالى بإذن الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. ما تصدقوش أي حد، السوشيال ميديا ما تصدقوش عليها أي حاجة غير لما تشوفوا بعينيكم وتسمعوا بودانكم. الغالب العام 95% ده، لو ما كانش 99% من السوشيال ميديا كذب كذب بكذب وتمثيل، وكل واحد بيقول على كيفه واللي على دماغه. الا ما رحم ربي، الا ما رحم ربي، الا ما رحم ربي اللي بيجيب اثباتات على كلامه، واللي بيجيب يعني شهود على كلامه في الكلام ده. غير كده ما تصدقوش كلام حد، مش اي حاجه تتنشر على السوشيال ميديا نخاف وناخد زاويه منها، ولا مش هجربها، لا فعلا ده هيحصل كذا، لا ده فعلا، ونبتدي كمان نشير لها ونبتدي كمان نساعدهم على انتشار الفكره. فياريت بعد اذنكم محدش يصدق حد، محدش يصدق كلام حد غير لما يشوف بعينه، فشوفوا بعينكم وبعدين بيصدق، تمام. السلام عليكم ورحمه الله.
احنا بقى
10 جنيه 10 جنيه بقى بتاع يعني هو كام هو بيطلبوا انا عايز بطل من ده عايزين عايز على وهقول لك على حاجه والله ما عايز اقول لك عايز اقول لك 30 جنيه بدر اهو يعني انا ما بطلعش والله عدل الزكاه جنيه بقى جنيه ها جنيه ده 10 يا راجل انا 10 جنيه فوق ال10 هات جنيه بس ابعت لك ما فيش جنيه لا يا بص جنيه ايوه ايوه تاني رمسيس خمسة ونص خمسة ونص